السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة مرحبا بكم في الفيديو هذا، مرحبا بكم في البيت المتواضع ديالي، في السرير المتواضع ديالي، في الغرفة المتواضعة ديالي. وكنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير والأحوال طيبة إلى آخره. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي تعرفوني أكثر، وتعرفوا شكون بدر فرحي، أنا كل عمر ديالي، شحال جبت في البارك، روينا كامل تعرفوا عليا. مهم، انا سيدي تزيدي في 1996 في كازا، الحمد لله ولد كازا ولد البرنوصي. العائلة كانت متوسطة الحمد لله، كل شيء بخير عندنا، وهاد المعادلة عندنا وما خاصناش. انت قلت ما عندك والو، قلت ما عندناش وما خاصناش، والحمد لله ما عندناش وما خاصناش. كانت الامور بخير صراحة. انا ما عقلت على الطفولة ديالي مزيان صراحة، اللي كيقولوا لي الدار واني كنت قبيح في الصغر، انتي تقولي كنت قبيح تطير من المقلة الى اخره الى اخره، سيت البولي دراتني شويه في عيني، كنت قبيح الى اخره الى اخره. انا ماشي مشتي راه الدري غيكبر غيولي ضريه في الاخر، هادو قال غيكبر يبقى ديما قبيح، كبرت وانا نتكار ما مزيان. المهم دوزت طفولة عادية صراحة، ما كانش فيها مشاكل، ما كان فيها لا عون فلا والو، طفولة عادية، عندي ما عنديش شي امراض عقلية ولا شي حاجة، وانتي كلشي داز بخير الحمد لله. دخلت سيدي المدرسة، قريت سيدي التحضيري، في الثاني سيدي قريت الثاني وانا سقطت في الثاني. سقطت في الثاني ما نكذبش عليكم، سقطت في الثاني لأسباب أسباب كسولية. سقطت في الثاني، وكي شوف أي حاجة تطرى في الحياة وعندها واحد السبب اللي غتعرفوا من بعد. دابا انا كون ما سقطتش في الثاني ما كنتش غنكون في هاد البلاصة اللي انا فيها، نوكم علاش. المهم سقطت في الثاني سيدي، علاش ما عرفتش سقطت في الثاني، ما عقلتش على الثاني مزيان. المهم سيدي الحمد لله سقطت في الثاني، يا ربي حمدك يا ربي وشكرتك، صافي عاودت ونجحت الثالث الرابع الخامس. المهم عاد ما نسقطش في السادس، الحمد لله السادس كاع ما سقطت فيه، نجحت في السادس، جبت نقطة زوينة في السادس. طلعت سيدي الكوليج سيدي، قريت سيدي السابع الثامن ها التضريع، سقطت في التضريع، سقطت سيدي في التضريع. المهم عاد كنت نقرا في المخزن، فاش سقطت في التطريام بانت لي قضية حاضرة في لي، رجعت للمخزن ما نعاودش نجح فهمتيني. قلت الوالد قلت ليه باغ دخلني بريفي راه برا المخزن، وفعلا المخزن مشكلة صارت تقريبا 7000 واحد، وهذا كيغرق هذا كيشرق وهذا كيغرب. مهم امور روين، قلت ليه الوالد شي ما خدامش ليا، خصك تدخلني بريفي باش نجح. صافي الوالد دخلني المصري بريفي، واحد المدرسة في القدس خلص عليا المسائي، درت شي كل شهر. عاد عرفت شناهو التعليم شناهو، عاد عرفت القراية شناهو التعليم شناهو الى اخره. المهم عاد عرفت راسي راني تلميذ، تلميذ حقيقي، تلميذ مغربي، تلميذ. عاد عرفت القراية شناهي، عاد باش كنقرا. صافي وخصوصا مع بنادم تبارك الله في بريفي زويون وبوكوس والريحة وداتشي الدرية تاهما النقا وتبدل حوايجهم يوميا الى اخره. المهم بريفي الدراري نصحتهم بالبريفي بوكوس. صافي سيدي قريت في بريفي، قريت تطريم في بريفي وانا نجيب التطريم ديالي الحمد لله. طلعت سيدي الليسي تا هو بقيت في بريفي، لا يا ربي سينتيام رجعت للمخزن ديال سينتيام، مي مكانش نسقط في سينتيام، انا رجع اخويا للمخزن ونتريس على الفلوس وتنطلع السيزيام ونرجع الفري. هذا الشيء اللي درت تماما. مشيت اسيدي السينتيام قريت في مختار السوسي، عطينا برنوسي معروف في مختار السوسي، قريت اسيدي السينتيام جبت نقطة زوينة نجحت الحمد لله بعد ما سقطت في السينتي، راه سقطت في التحضير وفي التاني ما سقطتش في السينتيام. صافي اسيدي نجحت في السينتيام طلعت سيزيام. دابا سيدي بحال تدخل لصال الاخر ديال الحمام، تدخل لصال الاخر ديال الحمام تيسخون. طلعت اسيدي السيزيام، انا باش طلعت السيزيام كنت انا ماشي ذكي، ولكن كنت ذكي في هذه المساله هذه. قلت بادر انت بادر في السيزيام غتطلع البارك، ما عندكش مع الفيزيك ومع المات غتولي ساقط مسخوط، اللهم عندك الجهاوي يجي يخدم فرونسي مزيان راه معامل ديالها طالع. صافي بادر ترى ولا ترى ولا 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 ساركوزي فرونسي، والله مرتي ولات ساركوزي فرونسي. خدمت سيدي فرونسي مزيان صافي، درتها في جهاوي خصني نفرجعو، والحمد لله فرونسي فرجعت. جيت انا وقيل انا الثاني ومعت انا الثالث في القسم ديالنا في سيزيام في اللغه الفرنسيه، والحمد لله الجهاوي جبت فيه 14. ديري عارف شنو 14 في الجهاوي؟ انت عرفتي شنو هو؟ راه عندي راه نشير 14 في الجهاوي راه شي حاجه واعره، شي حاجه بوم، حيت تسمع 7 6 9 10 3 4 1 ناقص 15 و14 في الجهاوي شي حاجه. الله الحمد لله دابا نقدر نمشي
الله يجعل نقدر نطلع الباك ونجيب واحد في فيزيك واحد في المات غنجح. المهم سيدي الحمد لله فرحت، عرفت راسي غادي نجيب الباك، ولكن كاين واحد المفاجأة، كاين واحد المفاجأة. مشيت سيدي بقيت في بريفي، مشيت للمخزن، المخزن ما نجحش، انا ديني مخزن ما نجحش لك. مشيت سيدي هذا الباك ديالي صافي، وانا نخدم عاوتاني حيت كنت باغي نجيب الباك. صار انا كنت عندي فكره واحده في المغرب، نجيب الباك ندفع القرعه ديال الميريتان نمشي لميريتان، ما كانش عندي بلان بي بلان سي بلان اب داكشي، واحد كان عندي بلان واحد نشد الباك ونمشي لميريتان ندفع القرعه وتجي في قرعه مشي في تيريتيتان بحال هكا. وسبحان الله داكشي اللي طرا تماما، خديت اخويا الباك ديالي، ولكن قبل ما ناخذ الباك ديالي راه جبت في المات 6 وجبت الفيزيك ما عرفتش 4.5، والفلسفه جبت فيها 12. المهم فرونسي ديال الجهوي هز عليا الطاقة. علاش في البريفي المدرسة كي يديرو تشبيلاتي ولي ولا فاطمة ولات فهمتيني، تعرف حطوا لي 16.66 رباط 16.66 في المراقبة شي حاجة. المهم مدرسة سي دارو لنا تشبيلاتي ولي ولا عمرو لينا فرعوا لنا النقاط، جبت 6 في جبت 6 في الوطني، 6 في الوطني امتحان ديال البارت جبت فيه 6، ولكن الطوطال طوطال خلينا نعطي واحد الدقيقه تفكر الطوطال شحال غادي يكون في الطوطال. المهم بهذه 14 في الجهوي، وبهذه 16.66 ديال المراقبه اللي حطوا لي المدرسه داروا فيها التشبيله تيولي ولا جبت، لا ماشي 14، لا ماشي 13، جبت 10.32 بيلا 10.32، وماشي في العاديه ماشي في لوغدينير، جبتها في راتراباج. مشيت اخوتي راتراباج قالوا لي فرحي راه طراباج، قلت لهم هاني غنمشي غنتقاتل على ما عنديش، خصني البارد باش ندفع القرا باش نمشي ميريكان، هادشي اللي قال لي السيت ويد الراس. صافي الحمد لله جبت البارد ديالي في طراباج وانا نفرح، الله الحمد لله. بقيت اسيدي تندفع في القرا ما تجيش، تنقول اويلي تنقول انا تنقول ندفع القرا غنمشي ميريكان هادي ما تجيش. طلعت اسيدي لافارت اش غنقول لك، تفوقنا، ولكن انا اصلا كنت كنقول واخا نتفوق في لافارت ما باغيش لافارت، انا باغي نمشي لميريتان فهمتيني، انا داك الدماغ. الحمد لله في لافارت توفقنا، قرينا 4 سنين في لافارت توفقنا، وكي ما قريتش الماستر وداك الشيء لا توفقنا شويه صافي، ولكن انا باغي ميريتان فهمتيني، باغي ميريتان ودرنا صحاب في لافارت. المهم جورني ديال لافارت داز زويون بزاف، داز واعر فهمتي، الدراري صحاب المسائل البافي العيبات الخروج هذا ما جاش نمشيو نخرجوا فهمت، نمشيو ندورو الدراري تنخرجوا في الويتان ديال. المهم لافار داز زوينه صراحه، انا استفدت منها بزاف، وتا القرايه اكاديمية تكون زوينه الحمد لله. صافي دفعت سيدي القرعه ديال 2019 فاش تدخلت في 2020. علاش انا قلت لكم مزيان سقطت في الثاني وفي التطريم، قولوا لي علاش. العام اللي دفعت فيه وجات فيه القرعه هو هذاك العام اللي زادوا فيه الباسبور، فاش زادوا فيه الباسبور بنادم ما بقاش يدفع بزاف، لان كيدفع غير اللي عنده الباسبور، انا كان عندي الباسبور موجود. لنفرض اني نجحت في الثاني ونجحت في التطريام، هذاك العام اللي تغدي فيه القرعه ما كانش غادي تجيني فيه القرعه، يعني هنا تتاخذ واحد العبره، لان اي حاجه تطرى بسبب. وانا كنحمد الله دابا حيت سقطت في الثاني وسقطت في التطريم، كنقول الحمد لله، لان كون ما سقطتش ما هذاك العام اللي غندفع فيه انا القرعه ما غيجيش، يعني مستحيل. وربي كيفاش يعني كيفاش جابها، والانسان تيدوب طرات هذه حقاش هذه. المهم سيدي دفعنا سيدي القرعه ديالنا، المهم سيدي تفمرت لكم دفعنا القرعه ديالنا في 2019، خرجت لنا في 2020. 2020 شنو وقع؟ كورونا ري تنقول مالي بادر، كنت عندك خطة وحدة من كنت عند مقطع طبي يعني تنتعصب فهمتي، تنتعصب من الداخل متعصبش من برا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان ديك الساعة حاكم ترامب، وترامب ما كانش تيحمل المهاجرين والو ما باغيهمش، أسيدي كوميساري سدات القنصلية سدات المرض الكمامة، خرج من دارك سد باب دارك سد الشرجم سد السطح سد فمك سد نيفرت ناري كلشي خسرت سد وسط المشكلة. بدات بادر ما
ميريتان راه ما غاتمشيش ليها بادر صافي، مشى هذاك الحول مشى هذاك الروينه وصافي، تعاود الموتيفاسيون بقات تتفقد لك وانت ما غاتمشي ميريتان، وخصك تمشي صغير باش تحارب وانت تمشي لا كبير باش تبقى العمر روينه وهذه، وتبقى تفكر المستقبل والمغرب وناري وشت لي نقطع لك. وتا الايمان بالله كان ضعيف في ديك الايام ديالي فاش كانت في عمري 23 24، تا الايمان ضعيف بزاف صراحه باش نخبيش. عاوتاني الحمد لله ايمان دابا الحمد لله قوي، دابا اي حاجه طرا حتى نقول لي سابع فهمتي، العقليه تبدلات. المهم الايمان، الايمان كان شويه ضعيف هذيك الساعه، ودي واحد الحاجه اللي جابها الله نصح عليك، مع عمر الايمان ديالك يكون ضعيف. ديما الايمان خليه قوي مع الله سبحانه وتعالى، ديما امن بان اي حاجه تطرا لي سابع فهمتي. دابا اي حاجه طرا ليا في الحياه كما كانت كبيره ولا صغيره، تنو لا حول ولا قوة إلا بالله وصافي، تنو طرات لي سبب فهمتي، طرات لي سبب وصافي، ما عاد تمت ما تغير. لأن في وسط ديك الأزمة ديال كوفيد وكذا، وأنت كنتي باغي تمشي لميريتان، سبحان الله كيفاش أنت كيفاش دادت الأمور في عزل المشكل. عاد يقول لا ميمكنش هادشي يكون غير عابات فهمتي. الإيمان تبدا تزاد خصوصا فاش تجي هنا وتتقاتل وتتبدا تخسر فلوس تاني ولا ازر تبدا تعاود كتقول لا راه الايمان. المهم شاش الايمان تقوى عندي شويه انا من بعد ما يعني ما نكذبش عليكم بصراحه، انا كنت غنكون صريح فاش اللي سقطت في التاريخ سقطت في التضريب وغنقول لكم انا فاش كنت في المغرب ما كنتش من داك النوع اللي تيصلي وتمشي جامعه ديما والصلاه في وقتها، لا لا ما كانش عندي. الله الله يسمح لينا والله يغفر لينا، ما كانش العقل مزيان، كنا كنفكروا في الماده وداك الشيء. ولكن الحمد لله دابا الامور تبدلت، دابا ولات صاله في وقتها، ماشي في وقتها 100% ولكن ما امكن، حيت بعض المرات تقدر تكون خدام ان ذا ميدل اوف سامثينغ، ما يمكنش زوين ان ذا ميدل اوف سامثينغ ها الشيء لا نولي عاوتاني ولا نشير. المهم تكون خدام باش تصلي صاله في وقتها، تقول يا ربي اسمح لي، العمل راه عباده ولكن تدير الماكسيموم باش تصلي الصلاه في وقتها. هادي من جهه الحمد لله جاني الرونديفو ديال القنصليه، مشيت وجدت الوريقات، خرجت السجل العدلي حسن السيره، داكشي راه ما بقاش فهادشي ديال القرعه ما بقاش صافي، جبت المسائل باسبور الفيزا الفلوس العيبات روينه 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 روينه، جمعت الوثائق كامله ومخلوع ودري وكنعرض وكنشفى بوحدي. مشيت نهار القنصليه الحمد لله، حتى اختاريت اللغه بلون اللي في القنصلية عادي الغريدني لونلي لونلي تتشاير عندي. الحاجه اللي نفعتني في لونجلي في المغرب مزيان، ملي جبت هذه المساله هذه الحاجه اللي نفعتني في المغرب هو اني كنت كنقرا في سونتر اميريكان كنعاوني بزاف، ولكن قبل ما اقرا في سونتر اميريكان كنت انا اصلا داخل في لونجلي كنهضر مع من في لونجلي بلونجلي، كنقرا في دوك المدارس ديال 70 درهم دابا قرا معاهم شحال ولا هما 70 درهم، دوك اللوكال دوك اللوكال سكولز يعني تكون حداك في الطلعه ديال الجامعه ديما في شي طلعه تلقى مدرسه بحال هاد اللعيبات. ولكن تتمشي بنية التعلم بصراحة، خويا تا تقرا معايا درينا تزوين داكشي، ولكن تمشي بنية التعلم ماشي بنية حتى تمشي بنية حتى انا عندي مستقبل فهمتي، عندي لول خصني نمشي نقرا لونج نمشي ميريكا، ما عندهاش عندي بلون بي. بلون بي ومزيان ملي تكون عندك بلون بي، فاش ملي تكون عندك بلون بي تصدق بلون ا، اذا عندك بلون بي عارف بلون ا راه 50% صدق 50% ما يصدقش. مهم دخلنا سيت القنصلية هادي لونلي نري لونلي نري لونلي لونلي لونلي، ديك الساعة كنضرب لونجلي و متيقش راسي مع صافي، حيت مفروض عاد ندوي بلونجلي حيت اختاريتها بلونجلي، مفروض عاد ندوي بلونجلي صافي تندوي القنصول، القنصول تبارك الله الأناقة و داك الشي و هادي بلونجلي تتشاير بلا 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 صافي، و قالوا لي فيزا امبروفد قال لي ويلكم تو ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا، قلت لي ثانك يو سو ماتش براذر، ديري لونجلي لونجلي. المهم دازت داك الشي واعر صراحة الحمد لله، دازت داك الشي طوب زوين الحمد لله، دازت داك الشي بخير، خدينا فيزا ديالنا جينا امريكا. القصه ديال ميريتان عاوتاني فيلم خور. المهم سيداتي سادتي جينا سيدي ميريتان الحمد لله، سهل الله الامور. فاش تجي ميريتان راه يلاه البدايه، راه ماشي النهايه، راه يلاه البدايه ديال واحد الحياه اخرى. دابا حنا اللي تنجيو للغربه وداك الشيء تكون عندنا حياه دبل لايف فهمتيني، حياه في المغرب وحياه في ميريتان، كنتو عندنا جوج شخصيات، شخصيه ديال المغرب وشخصيه ديال ميريتان. المهم جبت معايا شي بارره ديال الفلوس، خديت بها طوموبيل تقريبا، بقى عندي والو الحمد لله، بدينا ازيرو المسائل قلت الحمد لله، بدينا ازيرو خدمنا معاه هول فودز ماركت الحمد لله. هول فودز ماركت
انا بصراحه تنصح بنادم يخدم في الماركت شي حاجه بحال هكا. قول لي علاش. انا فاش كنت في المغرب عمرني ما قريت على المواد الغذائيه بالانجلي والعطريه بالانجلي وكاستمر سيرفيس وكتخاض مع بنادم بزاف. دوزت معاهم عامين صراحه، دوزت معاهم عامين تعلمت فيها بزاف صراحه. انا كان ديما الغرض ديالي ماشي هو الفلوس، انا كان تعجبني نتمتع بالجورني ديالي، ما تعجبنيش ما نتمتعش بالجورني على قبل واحد الريزولت باش ندخل فلوس، فهمتي؟ حيت في امكاني انا بفضل حتى نهضر معاك، في امكاني نمشي نضرب في ندير شي خدمه ديال تماره ونجمع الفلوس والله نشوف فلوس وفرحان داكشي. قلت انا لا، انا كنبغي نتمتع بالجورني ديالي، فهمتي؟ الحياه ديالي والخدمه ديالي كنبغي نتمتع بالجورني، كندير بزاف المشاريع في حياتي باش نتمتع بالجورني، وكنقرا اونلاين وبعض المرات تمشي واحد الكورسات تتخلص عليهم كتمشي ليهم تيديرهم في ولايه. المهم كتمتع بالجورني علاش؟ لانه رزقك مكتوب لك، مكتوب لك. سوا درتي طراك، سوا درتي طياره، سوا درتي باطو، سوا درتي طلعتي القمر، هذاك رزقك اللي هذاك رزقك اللي عندك في الدنيا مكتوب لك. شي الى كنتي تدخل 6000 دولار مثلا و 7000 دولار وشي حاجه اللي مثلا زايده على الرزق ديالك، مثلا حنا مثلا تخرج في الصحه ديال شي حاجه الراس راه مشيت تحط واحد 4000 ولا 6000 هاي مشات لك فلوس. يعني خسرت تخدم ديما الذكاء، خسرت تخدم ديما العقل ديالك. الرزق الرزق مفهوم ديالو ماشي الفلوس. المهم الله يسهل على الدراري اللي كيديروا تراكات، تيسرو طيارات، تيسرو باطوات، الله يسهل عليهم كاملين. غير انا كنبغي نتمتع بالجورني ديالي، فهمتي؟ كنبغي نتمتع بالجورني، كنبغي نتعلم اللغه، كنبغي نتعلم امريكان اكسنت، يعني كنبغي نعيش حياتي. الفلوس اش نقول لك؟ الفلوس غادي تجي، الفلوس جي ماشي غادي تجي، كاينه وغتجي. المهم ندير ريفرش راسي، ندير ريفرش راسي. المهم الفلوس غتجي فهمتيني. الانسان يتمتع بالجورني ديالو، هادشي اللي بغيت نوصل. الانسان يعيش الحياه ديالو. وصراحه هذا واحد غلط كنت كنديرو قبل فاش الايمان ديالي كان ضعيف، ما كنتش كنتمتع بالجورني، كنت باغي نمشي لميريكان. ولكن الحمد لله تمتعت واحد 70% من الجورني ديالي، كما قلت لكم في لافارت كنخرج مع الدراري المسائي، هذا الشيء كان زوين الحمد لله تمتعت بالجورني ديالي. يعني خدمت اسيدي مع هول فود، ضربت معاه واحد المده وتعرضت لواحد الاكسيدون، تعرضت لواحد السيده دخلت فيه واحد الطوموبيله غادي في الهاي واي. دخلت فيه واحد الطوموبيله من لور دوج تشارج، نقدر نقول لكم فيديو لقيته في التليفون، نقول لكم فيديو. دخلت فيه من لور بوم، عرفتي؟ وقفات معايا حاجه واحده، وقفات معايا حاجه واحده، رضات الوالدين والصمته، رضات الوالدين والصمته صراحه. هادو ما يوقفوا معايا لان الكومة هذه الصمته انا واش تكون شي حاجه ما نكونش معكم هنا. مهم الحمد لله هنا باش تعجبني عاوتاني هنا في هذه البلاد السعيده كاين القانون، عوضوني في الطوموبيل. المهم درت شي الفلوس ما بغيتش نهضر فيها، انا ماشي مادي فهمتي، ما تبقاش نتبع فلوس، ولكن خديت حقي فهمتي. الحمد لله خديت حقي من ديك الارت سيدو، والحمد لله ما طرا ليا والو، ما كانش الدم، ما كانش حتى حس الدم لا والو، ما كانش حس الدم غير فاش الصمطاب مشيتي وجيتي والعنر ضرك شويه وهذه. المهم ماشي شي حاجه اللي درها صافي. دازت عامين خرجت اسيدي من هول فودز، وليت كنخدم ليبر، كندير جوج خدمات، كنخدم بالطوموبيل ديالي وكندير واحد الخدمه حتى هي سايد هاسل، ماشي ما بغيتش نقولو، ولكن يلاه درت بسم الله فيه فهمتي. والرسول عليه الصلاه والسلام لتوقضوا حوائجكم بالكتمان، ماشي حسد، لا ما عندناش حسد، ما عندي والو فهمتيني، ما عندي حتى شي حاجه. غير سبحان الله انا من التجربه ديالي في الحياه لاحظت ملاحظات، لاحظ انا لاحظت. المهم لاحظت بانه الا درتي واحد الا مشيتي تشري خبزه وما قلتيها لحتى شي واحد، راه غادي الخبزه غتاخذ خبزه واعره فهمتيني. انا لاحظت بانك الا مشيتي تقضي شي غرض حاول ما امتى ما تدولوش بنانه فهمتيني. عطيتها مي عطيت واحد المثال بسيط. عندك السيد واحد الجريده في الدار، واحد الجريده صغيره تضري فيها النعناع وتدير فيها مثلا النعناع، وزرعتي النعناع، ما تدولش لبنادم راني تنزرع النعناع، خلي النعناع حتى يزرع وتا ينوض عاد بنادم راه عندي النعناع اللي بغا شي قبطه نعطيها ليه ديال النعناع ديال الدار فهمتي. جرب فهمتي المعنى. ومحاول تعطي واحد المثال بسيط.
سبحان الله الحاجة المستورة تيسر فيها الله. وهذه نصيحة نعطيها لكم الشباب والشابات اللي كتبعونا، اللي غادي يدير شي حاجة في حياته يديرها بصمت حتى تصدق. فاش تعطوا الدراري ها فهمتي لا عارف فهمتي، المهم كل واحد شي تجويجة شي خطبة شي باغا تسطح راسك مع الحيط فهمتي، باغا تطلع القمر، باغا تهبط، باغا تصور طيارة، باغا تصور باطو، باغا تصور ريموت، حاول غير دير شي في صمت تصدق الامور. ديك الساعه ريفيل انفورميشن، ريفيل انفورميشن او تاني اني لونلي او تاني، خليوني تنحترمكم. هذه الساعه ريفيل انفورميشن من اليوم الدراري راه اللي تاني اللي تاني. وهاد القضيه درتها حتى انا فاش خديت الفيزا ديال ميريتون، انا ما درتها حتى شي واحد من غير الدار، من غير الدار ومضاون صار من غير الدار فهمتي، ملي تجي واحد من غير الدار حتى خديت الفيزا، لان الدار طبيعي الحال بغيو ولدهم وخوهم يمشيو على شي، لان خوهم مشى راه غادي 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 يسلك وهذا، وغتكون انت ماشي تسبورتي بنادم فهمتيني، يعني 100% غيبغيو تخ. وتاخذت الفيزا عند الدراري صحابي اليوم، الدراري هاديتين غنديرو شي جماعه وغنمشيو غنديرو شي جماعه وغنريحو وغناكلو وغنقصيو. هادي راه هاديتين انا خديت الفيزا وغادي نمشي الله يعاونكم، ولكن تبقى اتصال علاش ما درتيش شي تسمسور باش يصدق. الا ما درتيش هادشي ما قدر ما قدر ما يصدق. شتي اللي بغيت نوصل، ومتبدلات الاضاءه شويه ولكن غسمحوا لي راه فهمتي السيتاب وداك الشيء راه ما عندناش السيتاب فهمتي، ليش السيتاب كاين الناموسيه السيتاب ما كاينش فهمتي، شي تسمع السيتاب تبقى بدل السيتاب ديالي اخويا. المهم الانسان يسر ستري زوينه صراحه في اي مجال، سواء غتزوج غتخطب غتطلق غتصنع صاروخ غتصوب نووي، هي السر، هي حاجه السر فهمتيني، تقلب على الماء اي حاجه السر، وان شاء الله امور غادي يسر ليكم. والحمد لله دابا حنا خدامين وتنتقاتلوا على الوقت، تجي حاجه ما سهله، طرف خبز ما ساهلش، والحمد لله الحمد لله. وتنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ودرت شي، وتنتمنى لكم الامور الطيبه. واللي باغي يجي لميريتان ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي سهل على اولاد الشعب اللي باغي يجي لميريتان. وكيف ما عارفيني انا في الفيديوهات ديالي راه ما تنسبش ما تنعيرش، انا عندي قوانين تمشي بها فهمتي، بغيني نبغي تحترمني احترمك، ما تمداش ندير مقارنات ما بين الدراري وداكشي فهمتي. انا حياتي بيس فهمتي، حياتي ما عنديش مع المشاكل، حياتي بيس. تقدر تكون داير تقول لي واه فلان واف، نقدر ما نجاوبش نقدر ما نتصورش، ما عنديش مع ما عنديش مع العنف، انا ماشي فايلنس مان فهمتيني، ما عنديش مع العنف، انسان بغيني نبغي تحترمني احترمك. وهذه هي الحياه. و ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش لونلي عاوتاني. ان شاء الله نعاودو نديرو لوح فيديوهات ان شاء الله، راه كيعجبني نلوح فيديوهات ولكن راه الوقت اخويا الوقت الوقت الوقت. المهم ثانك يو سو ماتش، ما تنساش دير لي كومنت، ما تنساش تفالوني في انستغرام، انا غنخلي لكم هنا تفالوني في انستغرام. و تهضروا لي فروستكم بزاف، واللي عنده شي سؤال الدراري مرحبا، اللي عنده شي سؤال مرحبا. غير هو كنتمنى حاجه وحده، تكون القشابه ديالكم واسعه، لان فاش شي واحد يسولني شي سؤال تنحاول ماشي نعايرو، تنحاول نولي تماما فهمتي، غير تكون القشابه ديالك واسعه. انا راه شويه كازاو ولكن شويه في الضحك الباس فهمتيني، حاول تكون القشابه ديالك واسعه. المهم انا ديروني بحال خوكم وتهلاو ليا في ريوستروم، انو دابا المونطي هاد الفيديو دو غنلوح، ما غنتفاتش ما نخليش غدا، باش نخليش غدا ما يطلعش، دابا غنمونطي موسيقى العيبه غادي يطلع ان شاء الله. وتهلاو ليا في ريوستروم ودولوا ليا في كومونتيشن واش تعجبكم فلوغات فيديوهات هضره فاتا، ولا نخلط العطريه ما كاين حتى شي مشكل. يلا تهلاو ليا في ريوستروم.